لو شفنا الصين، الصين على مستوى جميع البطولات عاملة غرفة فيها كاميرات على أعلى مستوى وشاشات وبتصور كل لاعب وبيقول بياناته عشان يعملوا البرومو بتاع البطولة. شيء جميل جدا، بس هما مش بياخدوها كده، هما بياخدوها رفرنس عندهم وبياخدوها داتا عندهم وبيصوروا جميع المباريات. وطلع مثلا محمد عاشور ظهر في هذه البطولة يروح راجع لبياناته وصورته ويقعدوا ويدرسوها ويدرسوه ويوروها للاعبين بتوعهم ويفرجوا اللاعب ده، ويبقى اللاعب جاي عارف في المرحلة القادمة ان في لاعب طالع من مصر اسمه محمد عاشور، صورته اهو معاكم، طريق لعبه ايه، بياناته كاملة ايه. احنا لما حبينا نجيب بيانات اللاعبين اللي هتيجي تعبنا في اللقاء بتاعهم اللي فات، تعبنا شويه قبل ما جبنا البيانات. وكان الكابتن ايهاب عبد المنعم والكابتن عماد عيسى كانوا مسؤولين عن الفريق، وهو قال لي حاجه جميله جدا، احنا مش عايزين نظهر لهم ان احنا نلعب يمين لحد اخر لحظه. ما انا قلت له ليه؟ ما كده كده هيتعرف وكده كده. قال لي وديهم مش عارف اشكال وهميه وهنلعب الاشكال الحقيقيه. ده فعلا ده فكر، الفكر هما بيعملوه بشكل تاني خالص.